وفي درعا هم أسعد الناس، هم أسعد الناس. السعادة الحقيقية تكون بطاعة الله، تكون بأداء الواجب. والله ما شعرت بالسعادة إلا عندما دخلت إليكم واجتمعت بكم، وأنا الآن أنا من أقوى الناس وأنا من أسعد الناس، لأنني مع الأقوياء، ولأن الله عز وجل معنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالنصر القريب وبالفرج المبين وبالفتح العاجل، وأن نعود إلى أهالينا آمنين مطمئنين منتصرين.